يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي تحت شعار الدوري لسه في الملعب. الاهلي طبعا بكره عنده مباراه في منتهى الاهميه مع الجونه، والدوري لسه في الملعب دي مش مقوله كده بنقولها اي كلام وخلاص. انا شخصيا راجل عملي جدا في حياتي، ولا اؤمن الا بالارقام، والارقام بتقول انه الدوري مازال حتى اللحظه دي، حتى وان كان في صعوبه في تحقيق البطوله، ولكن رقميا وحسابيا ما زالت البطوله في الملعب. وليه لا؟ ورياضه كره القدم هي اللعبه الوحيده في العالم المليئه بالمفاجات. يعني في كل الالعاب تقريبا تقدر تقول انه النتائج دايما والمواجهات دايما محسومه مقدما، فيها مفاجات اكيد طبعا، لكن نسبتها قد ايه؟ نسبتها بسيطه جدا وتكاد تكون نسبه معدومه، خصوصا في الالعاب الرقميه، الالعاب المرتبطه بزمن مثلا زي السباحه، زي العاب القوى، من الصعب جدا انك انت تشوف فيها مفاجآت. وردت الحدوث، وردت الحدوث، لكن تقدر تقول انها نادره الحدوث. لكن في كره القدم ياه، اكلمك على مفاجآت كتيره جدا. هو حد كان يتخيل ان الكاميرون في مباراه افتتاحيه لكاس العالم تكسب الارجنتين، او انه السنغال تكررها في 2002 مره ثانيه برضه في افتتاحيه كاس العالم مع بطل العالم وتكسب فرنسا، او مصر حتى في اولى مواجهتها في كاس العالم 90 مع هولندا كان منتخب ضرب نار تقدر تحقق التعادل. وعلى المستوى المحلي كتير، يعني 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 حد كان يتخيل انه الاهلي مثلا يتعادل مع بيراميدز وهو متقدم ومقدم مباراه واحده من افضل مبارياته في البطوله وبيراميدز بيلعب ناقص واحد؟ هل حد كان ممكن يتخيل انه بيراميدز ممكن يتعادل؟ وقد كان. هل كان حد ممكن يتخيل في يوم من الايام انه نادي تقريبا 90% من الشعب المصري ما سمعش اسمه او سمع اسمه لاول مره، اسمه بني عبيد، يكسب نادي الزمالك؟ وبناء عليه رياضة كرة القدم هي رياضة المفاجآت، والمفاجآت واردة بصرف النظر عن طبيعة وقوة وإمكانيات وقدرات أي خصم. وبالتالي عشان كده بقول إنه كل سيناريو محتمل وارد الحدوث، ولغاية النهاردة حسابيا ورقميا الزمالك متصدر، لكنه ما حققش البطولة حتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها. رجالتنا المطلوب منهم إن شاء الله إن هم بالتأكيد يكسبوا مباراة بكرة ومباراة أسوان، وده المطلوب منهم، الباقي بقى ده بتاع ربنا. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم النهارده عن حاجات كتيره جدا. النهارده هنتكلم على او هنتكلم مع بدايه واحد من نجوم جنوب افريقيا، واللي يفتكر نسخه امم افريقيا سنه 96 في اول ظهور لمنتخب جنوب افريقيا بعد ابتعاده عن الساحه الافريقيه، يفتكر نجوم كتيره جدا، منهم مارك فيش ومنهم نيل توفي اللي هيكون ضيفنا النهارده في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. هنتكلم معاه على الكره الافريقيه بشكل عام، على منتخب جنوب افريقيا، وعلى اهم وابرز اللاعبين في منتخب جنوب افريقيا. كمان هيشرفنا في حلقه النهارده شريف سالم محلل الاداء، هنركز فيه شويه على بصمات موسيماني بشكل فعلي، على المرونه التكتيكيه اللي بقى بيتمتع بيها النادي الاهلي في الفتره الاخيره. خليني افكر حضراتكم بس بدايه وهنروح طبعا نطمن على فرقتنا اللي دخلت النهارده معسكر مغلق ان شاء الله، وسافرت ل الجونة عشان تقابل الجونة بكرة إن شاء الله. الماتش هيكون الساعة 9 مساء. خليني أقول لحضراتكم ماتش صعب بكل تأكيد. الجونة بالمناسبة يمكن مستواها السنة دي فيه تذبذب، لكن يمكن واحدة من أهم الأرقام اللي بتميزها إنها من أقوى الفرق على ملعبها، والدليل على كلامي إنها ثالث أكتر فريق حقق عدد من النقاط على ملعبه بعد الأهلي والزمالك. ملعب كمان ليه الحقيقه يمكن ظروف صعبه شويه، الجو فيه او التيارات الهواء فيه بتلعب دور كبير، فماتش الكوره فيه بيبقى الى حد ما صعب على كل الفرق اللي ما تعودتش انها تلعب عليه. هفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا النهارده، والسؤال طبعا اللي موجود على صفحاتنا على التواصل الاجتماعي سواء كانت فيسبوك او انستجرام او تويتر. مين هم افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي والمصري الأخير؟ طيب خليني أقول لحضراتكم خبر يمكن على الهواء مباشرة، الأهلي يتوج بالبطولة العربية لتنس الطاولة رجال، البطولة اللي بتقام في الأردن. ألف مبروك لرجالة الأهلي، بطولة العربية تضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي في إنجاز جديد لرياضة تنس الطاولة. خليني أخد حضراتكم بقى لأهم العناوين والأخبار النهاردة، وبداية طبعا الأهلي يتوجه إلى الغردقة اليوم لمواجهة الجونة في الدوري. حسين الشحات وأيمن أشرف ينتظمان في ميران الأهلي. ليفربول يرفض انضمام صلاح للمنتخب، واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا. وهشام صلاح وراندا تاج يرفعان علم مصر في حفل افتتاح البارا أولمبيكس.
مرة تانية بنأكد على حضراتكم خبر يمكن جالنا حالا على الهواء انه الاهلي بيحقق البطولة العربية في تنس الطاولة، البطولة اللي بتستضيفها تنس طاولة رجال، والبطولة اللي بتستضيفها طبعا الاردن. مرة تانية بنكرر ونبارك ونهني طبعا رجالة الاهلي اللي حققوا انجاز جديد وبطولة جديدة بتضاف لانجازات النادي الاهلي. نبدأ مع حضراتكم وندخل في التفاصيل. النهاردة طبعا هنتكلم في الخبر اللي شغل الدنيا كلها، الخبر الخاص ببداية مشوار مصر في تصفيات كأس العالم، والخبر اللي عمل يعني حالة إزعاج لجمهور الكرة في أنه صلاح ممكن ما يبقاش موجود مع المنتخب المصري في أولى مبارياته في مشوار التصفيات، المباراة اللي هتكون في القاهرة إن شاء الله بإذن الله في أول 9 في مواجهة أنجولا. القصة والحكاية والرواية هنحكيها ونتكلم فيها، وأعتقد أنها يعني طبعا انا شايف انه مع كامل الاحترام طبعا لاسم محمد صلاح، لانه بالتاكيد صلاح هو افضل لاعب كره مصري في التوقيت الحالي، وبالتاكيد وجوده اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر، لكن افهم انه غياب صلاح ممكن يعمل ازمه في المواجهات الفاصله. يعني بعد ما منتخب مصر ان شاء الله يتصدر مجموعته ونيجي نعمل قرعه ونشوف العشره الكبار في افريقيا وهنواجه مين، مباراه او مواجهه من ذهاب واياب، واللي يفوز فيها يصل كاس العالم، اشوف انه منتخب مصر لازم يبقى حاضر في المواجهه دي بتشكيله ضاربه. لكن مع كامل الاحترام يعني ما اعتقدش انه انجولا، رغم انه منتخب محترم جدا بالمناسبه وعنده لعيبه كويسه جدا، ولا ليبيا ولا الجابون منتخبات يعني تقدر تشيل همها او يعني تعمل لها حساب كبير. وفي النهايه طبعا كله حسب تقدير كابتن حسام البدري هو المسؤول الاول والاخير. ايه اللي هيحصل؟ قصة الاتحاد المصري وليفربول والفيفا هنتكلم فيها مع حضراتكم. خليني الأول بداية أطمنكم على ساعات النادي الأهلي، وخليني أبتدي بالقائمة مع حضراتكم. قائمة النادي الأهلي لماتش الجونة هيكون فيها إن شاء الله محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كهربا، مروان محسن، أيمن أشرف، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد أفشة، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن، علي معلول، أكرم توفيق، وولتر بواليا، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وكريم ندفد، وأحمد رمضان بيكم، ومحمد شريف. عودة إن شاء الله بإذن الله موفقة لمحمد شريف. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا دي لقطات من تمرينة الأهلي النهاردة استعدادا لمواجهة الجونة بكرة. مباراة صعبة بكل المقاييس، وحتى مباراة أسوان كمان يعني نسبيا مباراة أسوان لا، ما بعد ما أسوان خلاص أعتقد يعني يعني خلاص نزل خرج من الدوري الممتاز إلى حد ما، الدوافع غابت عنه، ولكن برضو أنا بشوف الفرق اللي بتلعب بدون ضغط عصبي دي بيبقى عندها أريحية، بيبقى عندها رغبة في إثبات ذاتها، بيبقى لعيبة نفسهم عايزين يعملوا اخر شو بقى في الدوري الممتاز تحت الاضواء، وارد جدا يجي لهم عروض، فبالتالي هتكون برضو فيها نوع من الصعوبه. لكن ان شاء الله خطوه بخطوه، يعني خلي تركيزنا كله في مباراه بكره ان شاء الله. طيب نروح لزميلنا كريم احمد من داخل النادي الاهلي، نعرف اخبار تمرين النهارده، اهم معالم الاستعدادات لماتش الجونه. زي ما طمنت حضراتكم الحمد لله طمنا على ايمن وحسين، هم ما شاركوش امبارح في التمرينات، اكتفوا بس ببعض التدريبات كده والتمرينات في الجيم، لكن الحمد لله داخلين في قائمة الفريق. ونطمن كمان على محمد شريف. كريم مساء الخير. مساء النور عليك زميلي العزيز احمد، كل التحية ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. اهلا بيك كريم، تطمننا على تمرينة النادي الاهلي النهارده وظروف المعسكر المغلق اللي هيدخل فيه طبعا عشان يستعد لماتش الجونة بكره ان شاء الله في الغردقة. بالنسبة طبعا للاستعدادات، استعدادات قوية كالعادة طبعا لفريق النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني اللي بيحضر بشكل جيد جدا الحقيقة لمباراة الجونة. طبقا مباراة الجونة الحقيقة والنادي الأهلي مباريات صعبة جدا، بعيدا طبعا عن الظروف والترتيب وكل الأمور طبعا الخاصة بهذا الموسم الشاق والاستثنائي بالنسبة لفريق النادي الأهلي، فتبقى هذه المباراة تحتاج تحضير كبير جدا للجهاز الفني، تحضير للاعبي النادي الأهلي، والحقيقة يمكن الضغط كبير والتلاحم كبير، لكن ده قدر النادي الأهلي الحقيقة. زي ما أكدت وقلت زميلي أحمد، بترجع من السويس، بتطلع على الإسكندرية، بترجع من الإسكندرية، بتطلع على الجونة، ضغط كبير جدا الحقيقه. لكن النهارده نقدر نقول تدريب فريق النادي الاهلي كان تدريب قوي جدا، وكان واضح الحماس والتركيز، ويمكن بيتسو موسيماني الحقيقه في اكثر من كره اشاد بيها اللاعبين على تركيزهم الكبير. النقاط المهمه جدا النهارده في التدريب هي المسلسل طبعا اهدار الفرص خلال الايام الماضيه. النهارده يمكن كل فرصه كانت بتلعب فيها التدريب بالنسبه للتقسيمه كانت بتكون هدف، ويمكن دي الحقيقه الشيء اللي كان اسعد بيتسو موسيماني بشكل كبير جدا والجهاز الفني، واضح اللعيبه بتصحح الاخطاء. الوقت قليل جدا، لكن المرحله اللي جايه محتاجه تصحيح اخطاء بشكل كبير جدا، ومحتاجه ايضا كمان راحه لعدد كبير
كبير جدا من اللاعبين اللي استهلكوا الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت من ضغط مباريات بطوله افريقيه، كاس مصر، يمكن كاس عالم انديه، عدد من البطولات كبير جدا. النهارده عايز اطمنك كالعاده طبعا على ايمن اشرف وحسين الشحات، زي ما انت ذكرت زميلي احمد حالتهم الحمد لله طيبه جدا. هو الضغط والتلاحم الكبير هو اللي مأثر شويه على لاعبي النادي الاهلي، لكن يمكن عدم تدريبهم الامس، لكن النهارده تدربوا بشكل كبير جدا وجرعه تدريبيه كانت قويه النهارده لكل اللاعبين. بيعلن جاهزيته النهارده ايمن اشرف اللي متواجد في القائمه، حسين الشحات ايضا كمان بيعلن جاهزيته، بجانب محمد شريف اللي طمنا عليه من الجهاز الطبي وطمنا عليه ايضا كمان داخل ارضيه الملعب. الحقيقه بيأدي تدريبات مميزه جدا محمد شريف. يمكن فقدناه المباريات الماضيه، لكن بنعمل الحقيقه محمد شريف مباراه الغد يحرز هدف واثنين وثلاثه بقى ويضرب ارقام قياسيه عديده جدا بعيدا طبعا عن اي حسابات اخرى. واحد من العناصر المهمه جدا لفريق النادي الاهلي. يستمر غياب حمدي فتحي اللي بنامل ان شاء الله يعود سريعا لفريق النادي الاهلي، والتلاحم الكبير والضغط الكبير اثر على حمدي فتحي الحقيقه في الفتره الماضيه، فيمكن ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي في المباريات القادمه باذن الله. ويمكن ينضم له كمان للغياب جونيور اجاي اللي لسه يمكن لم يكتمل شفائه بشكل كامل، لكن خد جرعه تدريبيه بسيطه طيب. النهارده كريم في تدريبات الكره، بجانب طبعا غياب محمود متولي وناصر ماهر. كريم خليني اسالك على بدر بنون وعلى طاهر محمد طاهر. هو حمدي طبعا حمدي فتحي كان اشتكى الماتش الاخراني من التمرين الاخرانيه من حاله اجهاد في العضله الخلفيه، فمفهوم يمكن يكون الجهاز الفني عايز يطمن عليه او بيريحه، لكن بدر بنون كنا عارفين ان هو جاهز، طاهر محمد طاهر كنا برضو يعني شفناه وتابعناه، فيعني خليني افهم عدم وجودهم على الاسماء في القائمه. ناصر بعيد بقى له فتره، ووليد برضو يعني بسبب الاصابه يمكن يكون مش جاهز بالشكل الكامل، لكن بدر بنون وطاهر محمد طاهر نطمن على طاهر ثلاث انذارات. تمام، طاهر محمد طاهر حصل تمام بالظبط، حصول على ثلاث انذارات. يمكن طبعا اكيد النهارده هيكون غايب عن القائمه. بدر بنون الحقيقه يمكن عنده حاله اعياء شويه، بدر بنون يمكن حاسس باجهاد شويه، ويمكن ده اللي اشتكى طبعا مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله. فانت عارف طبعا اي حد بيشعر باجهاد او بيكون في اي حاجه زميلي احمد الجهاز الطبي بيجنبه تماما، لكن الحقيقه كمتواجد في التدريبات ويمكن تدريب الامس كمان متواجد في المباراه الاخيره، لكن انت عارف المرحله كبيره جدا والضغط كبير جدا، لكن ما بيشعرش باي حاجه عضليه، يعني ما نقدرش نقول في اي اصابه عضليه لبدر بنون بالنسبه لغيابه عن هذه المباراه، لكن الكل جاهز بالنسبه طبعا كل اللاعبين. لكن هو بدر بنون اللي شعر النهارده باجهاد بسيط جدا، واخطر طبيب النادي الاهلي ما شاركش في التدريب تماما. وطاهر محمد طاهر زي ما ذكرت لك هو ثلاث انذارات. العدد يمكن بيبقى عندنا غيابات عديده، لكن يبقى الامل موجود وتبقى لعيبه النادي الاهلي المتواجده في قائمه المباراه اللي هتكون مباراه الغد ان شاء الله باذن الله. الكل يكون متواجد، اي 11 لاعب كعاده فريق النادي الاهلي يكونوا متواجدين في المباراه. تركيز كبير، شخصيه، روح، كبرياء للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله ثلاث نقاط يكونوا معانا والاداء يتطور بشكل كبير جدا، وده اللي منتظرينه من فريق النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد. يعني كان الله في عون الحقيقه رجاله الاهلي، يعني انا مدرك تماما ومتعاطف بشكل كبير جدا معاهم. موسم استثنائي، موسم في منتهى الصعوبه، الناس دي بذلت مجهود فوق العاده، مجهود خارق على كل المستويات، بطولتين قاريتين، كاس سوبر، مشاركه في كاس العالم مع ابطال العالم، ماتشات بتتلعب كل 48 ساعه، لا تكل ولا تمل، بذلت اقصى ما لديها من قوه. يمكن يكون استهنى في بعض الاوقات او الظروف عندها في بعض الاوقات، لكن يعني ما اعتقدش انه ممكن يكون في العالم كله نادي بيحقق كل البطولات اللي بيدخل فيها، فبالتالي الانجاز الكبير اللي حققه الرجاله في الموسم ده يحسب ليهم. والاهم الحقيقه واللي لازم يكون تحت نظر الجماهير في الفتره اللي جايه هي ان احنا نبقى جاهزين للي جاي، لان احنا تحديات الاهلي لا تنتهي. انت بتتكلم في شهر 9 بس، الشهر اللي جاي ده على طول، بصرف النظر طبعا على العبء البدني الكبير اللي هيكون على اللعيبه اللي هيتم اختيارها للمشاركه مع منتخب مصر في مشوار تصفيات كاس العالم. عندك بطولتين، عندك بطوله كاس مصر، عندك بطوله سوبر افريقيا، وعندك كمان احتمال انه يتلعب سوبر المصري اللي متاجل من بدايه الموسم اللي احنا بنخلصه ده. فبالتالي مهم جدا نبقى جاهزين للي جاي. ما اعتقدش انه الجهاز الفني ممكن يجازف باي لعيب ممكن يكون بيشتكي من اجهاد او بيشتكي من يعني من حاجه معينه، وبالتالي الاهم طبعا ان احنا نحقق المكسب في الماتشين اللي جايين في الدوري، بس الاهم منه انا بشوف كمان ان احنا نحافظ على لعيبتنا عشان يبقوا جاهزين للاهم والاصعب. طيب نروح لقصه صلاح مع حضراتكم. قصه صلاح ايه بقى؟ قصه صلاح انه صلاح لو جه لعب مع مصر هنا ماتش، هو المشكله في ماتش انجولا تحديدا، يعني ماتش الجابون اللي هيتلعب في الجابون ما فيهوش مشكله خالص. ليه؟ لانه جابون يلو زون بالنسبه لانجلترا. انجلترا محدده او مقسمه خريطه العالم كده لمناطق بريد زون، جرين زون، ويلو زون. مصر في الريد زون للاسف، وبالتالي اي حد جاي من مصر
لابد ان هو بعد عودته يخضع لحجر صحي لمده 10 ايام. وبالتالي اداره ليفربول بتشوف انه من الصعب جدا جدا انه محمد صلاح يجي يلعب ماتش انجولا هنا في القاهره، لانه ده هيكلفهم مش بس سفره ومشاركته مع المنتخب المصري في المباراه، لكن هيكلفهم كمان 10 ايام حجر صحي لما يرجع لانجلترا. وبالتالي هم شايفين من وجهه نظرهم ان ده اولا في خطوره كبيره جدا على اللاعب، اصابته بفيروس كورونا، وده طبعا لا قدر الله وما نتمناهوش. والجزء الثاني وده اللي يمكن يكون عندهم وجهه نظر منطقيه فيها ولكنها مرفوضه، بين قوسين مرفوضه، لكنها وجهه نظر منطقيه بتقول لك انه لعيب بحجم محمد صلاح لو رجع دخل على حجر صحي، اولا احنا ما نضمنش ظروف الحجر الصحي دي عامله ازاي، ثانيا انه يقعد 10 ايام في حجر صحي ده بالتاكيد هياثر بشكل كبير جدا على مستواه وعلى جاهزيته وعلى فورمته، وبالتالي هيخسر ليفربول في وقت هم مش في احتمال ان هم يخسروا لاعب بحجم محمد صلاح. عشان كده اعتذروا للاتحاد. الاتحاد طبعا انت من حقك قانونا في حدود معلوماتي يعني انك انت لاعبتك الدوليه تستدعيها قبل ماتشات المنتخب الرسميه، ومفيش نادي يقدر يمنع ده. هيوصل او هنوصل لايه في النهايه ده شيء مازال يعني في حكم الغيب. المنتخب المصري من حقه يستدعي محمد صلاح، وبالمناسبه رغم انه النني مثلا بيلعب في ارسنال في انجلترا لكن ما كانش في اي مشكله في استدعائه، وعلى الرغم طبعا انه في فوارق لانه النني دايما مش اساسي مع الارسنال، صلاح طبعا تشكيله اساسيه واحد من اهم اللاعبين، فيمكن ده اللي يكون عامل شويه الفرق. لكن ماتش الجابون ما فيش مشكله لانه الجابون اوريدي يلو زون وبالتالي ما عندهمش مشكله، وصلاح لو لعب ماتش الجابون ورجع على انجلترا مش هيتعرض لفكره الحجر الصحي وهينضم لليفربول على طول. طيب نروح لكابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لفريق تنس الطاوله رجال في النادي الاهلي، نبارك له الاول ونهنيه على تحقيق البطوله العربيه. كابتن اشرف مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، الله يبارك فيك. اهلا اهلا وسهلا، الف مبروك، انجاز جديد بتضيفه تنس الطاوله فرقه الرجال طبعا لدولاب بطولات النادي الاهلي. تكلمنا اكتر على البطوله وعلى مشوار النادي الاهلي فيها لغايه ما وصلنا لمنصه التتويج. طبعا البطوله بدات يوم 17 والفرق المجموعه بتاعتنا كان فيها ثلاث فرق اربع فرق. ايوه. فرق من العراق، باشمهندس العرايب، حابب اكمل؟ اتفضل يا فندم. الترتيب بالفرق بالظبط. البشمركه والاردن الارثوذكس الاردني وفريق من سوريا، وبعد كده دخلنا دور الثمانيه لعبنا مع العراق فريق عراقي، وبعدين ربنا كرمنا كسبنا لعبنا مع صار البحرين، وبعدين وصلنا النهائي لعبنا مع قطر. قطر وزرنا بعد طبعا زي ما انتم شفتوا مباراه صعبه جدا كانت مش سهله، وربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نكسب بعد مباراه صعبه الحمد لله. نعرف كمان انه السيدات توجوا بنفس اللقب امبارح. الصوت مش واضح يا فندم. بقول لحضرتك انه فريق السيدات فريق الاهلي السيدات امبارح توجوا بنفس لقب البطوله امبارح. الصوت مش واضح قوي بس هو الفرقه كان عندها ماتش جامد امبارح. والحمد لله قدرنا نكسب فيه، والمره دي النهارده برضه قدرنا نكسب. حتى اللعيبه بتاعتنا لعيب عمر عصر بتاعنا كسب اللعيب المحترف بتاع قطر القطري، وقبل كده برضه كسب اللعيب المحترف بتاع صار، والحمد لله نتيجه ممتازه عملناها بعد مجهود كبير بصراحه الفرقه بذلته، والحمد لله ربنا كرمنا كسبنا امبارح والبنات والنهارده اولاد. قائمه شرف ابطال الاهلي اللي حاول انجاز ده كابتن اشرف. ابطالنا الصوت مش واضح والله يا ولد. بقول لحضرتك قائمه شرف اسماء الابطال اللي حاول انجاز ده لفرقه النادي الاهلي. الصوت مش واضح بس ابطال الفرقه طبعا. طيب انا بشكر حضرتك طبعا كلهم واولهم. انا بشكر حضرتك وهنحاول نتواصل معاك، يبدو ان في مشاكل في الصوت، هنحاول نتواصل مره ثانيه مع حضرتك كابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لفرقه تنس الطاوله بالنادي الاهلي رجال. طبعا خلينا نروح لفاصل نرجع بعده نستكمل حلقتنا النهارده مع حضراتكم في السادسه. هنستقبل دلوقتي مع حضراتكم واحد من الاسماء الكبيره جدا في جنوب افريقيا، واحد من اساطير منتخب جنوب افريقيا نيل توفي، وبالمناسبه هو من الجيل اللي حقق البطوله بطوله الامم الافريقيه سنه 96، البطوله اللي استضافتها جنوب افريقيا، وكان ظهور بالنسبه لجمهور الكره في افريقيا غريب شويه لانه كانت قبل كده طبعا بسبب عقوبات جنوب افريقيا ممنوعه او محرومه من المشاركه في البطوله، وكان من الغريب انه في اول ظهور ليها تظهر
المستوى القوي ده وبالتشكيلة الرائعة دي من اللاعبين. كتير من النجوم ما زلنا حافظين اساميهم لغايه النهارده، ومنهم نيل توفي. وهو نيل بالمناسبه كمان كان المدير التقني السابق لمنتخب جنوب افريقيا، وكان احد زملاء بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي اللي لعبوا معاهم في منتخب جنوب افريقيا. نيل توفي، بدايه بشكرك على وجودك معانا، وبرحب بيك طبعا على شاشه النادي الاهلي في السادسه. شكرا لكم يا رفاق، وانا سعيد جدا بالتواجد معكم. بدايه اسالك، وانا اعرف انك انت يمكن لعبت وزملت بيتسو موسيماني كلاعب في منتخب جنوب افريقيا، يهمني اسالك في البدايه عن تقييمك ورؤيتك في الموسم الاخير لمشوار موسيماني مع النادي الاهلي، الصفقه اللي يمكن اثرت كتير من ردود الافعال على مستوى القاره الافريقيه، ازاي بتشوف او ازاي بتقيم نجاحات موسيماني مع النادي الاهلي؟ في بدايه الامر اود ان ابارك لبيتسو موسيماني على العمل الجيد الذي عمله مع الاهلي. انا زاملته في المنتخب الجنوب افريقي بفانا. هو لديه موهبه طبيعيه، هو كان لاعبا فريدا وكذلك مدرب، ويستطيع لديه القدرة جيدة جدا على إدارة المباريات كمدير فني. الآن خاض العديد من البطولات في المستوى الأفريقي والعديد من النجاحات بالفعل مع الأهلي. هو مصدر فخر للجنوب أفريقيين، فاز بالعديد من البطولات مع سان داونز، واعتقد انه تميز جدا في الفتره الاخيره. الامر كان جيدا جدا للاهلي وكذلك بيتسو موسيماني على حد سواء. الاهلي دائما اعتاد على احضار المدربين الاوروبيين، وكان لديه الثقه، ولكن الان لديه الثقه في بيتسو موسيماني مدير فني افريقي، وبالنظر لما فعله في بطولة إفريقيا وعلى المستوى المحلي، هو تطور كثيرا منذ أن كان مع سان داونز. هو مدرب ذكي، هو تأهل بنجاح للعديد من النهائيات. خليني اسالك النهارده، يمكن انا كنت بقول لك في البدايه انه الصفقه دي او ارتباط مستر بيتسو موسيماني بالنادي الاهلي اثار دهشه كبيره، خصوصا انه كل الانديه الكبيره لسنوات طويله اعتمدت بشكل كبير جدا على مدربين اوروبيين، فكان استقدام النادي الاهلي بيتسو موسيماني اثار يعني علامات استفهام بشكل كبير. لكن النهارده بعد قضاء موسم كامل وكم كبير جدا من النجاحات على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي في بطولات عالميه، هل تعتقد ده ممكن يغير من خريطة المدربين أو من توجهات الأندية الكبيرة في أفريقيا في السنوات اللي جاية؟ أتمنى أن يكون لدينا الثقة في المدربين الأفريقيين. كرة القدم لعبة عالمية، وكذلك المديرين الفنيين يجب إعطاء المديرين الفنيين الأفارقة الفرصة. ومن وجهة النظر الجنوب أفريقيا، ما فعله بيتسو موسيماني على مستوى كل البطولات هو أعطى نظرة للكرة الجنوب أفريقية، وما يستطيع المدير الفني الجنوب أفريقي أن يفعله. فأعتقد على الأندية الأفريقية أن يعطوا المزيد من الثقة للمدربين الأفارقة. إزاي شفت ردود الأفعال في جنوب أفريقيا تحديدا على نجاحات موسيماني، وخصوصا انه مثلا على سبيل المثال في مشواره في تحقيق لقب دوري الابطال النسخه الثانيه طبعا السنه دي، تخطى اثنين من اكبر انديه جنوب افريقيا، تخطى نادي سان داونز في دور الثمانيه، وتخطى فريق كايزر تشيفز في نهائي البطوله. حسنا، الراي العام في جنوب افريقيا هو راي واحد، الفريق يساند المنتخب الخاص بهم في كل البطولات، والأندية الجنوب أفريقية كذلك، وكانوا يتمنوا أن يروا فرقهم تفوز بالدوري أبطال أفريقيا.
وكذلك كان نجاح بيتسو هو مصدر فخر للجنوب أفريقيين، لأن المدير الفني الجنوب أفريقي هو مدير فني ملتزم بأي مهمة يتولاها، وبيتسو موسيماني كان بمثابة المفتاح لهؤلاء المدربين لإعطائهم الأمل في تحقيق هذه الإنجازات. طيب خليني أتنقل لنقطة تانية، وبمناسبة الكلام عن فرقة فريق سان داونز، وهو واحد من الفرق اللي بتعتبر من الفرق القوية جدا على مستوى القارة، كايزر تشيفز أيضا الجنوب أفريقي قدر يوصل لنهائي دوري الأبطال، وعلى الرغم من قوة الجنوب أفريقي على مستوى الأندية إلا أنه منتخبها فشل في التأهل لبطولة الأمم الأفريقية. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب اللي أدت لده؟ أعتقد كما تعرف أن الفريق المنتخب الجنوب أفريقي كان لديه لحظاته الكبيرة في الماضي، لكن الأمر الآن أصبح صعبا. الفريق الجنوب أفريقي كان لديه العديد من المباريات الصعبة، إذا كنت فريقا كبيرا يجب عليك أن تفوز في المباريات الكبيرة، والآن لا نمر بأفضل لحظاتنا. يجب عليك أن يكون هذا مجرد تحذير للكرة الجنوب أفريقية، ويجب أن ننتبه. الفريق لديه القدرة الفنية، لكن من الناحية العقلية لا يملكون ذلك. اللاعبين في جنوب أفريقيا، إذا تكلمنا على تجربة نجاح موسيماني كمدير فني، خليني أكلمك شوية على فكرة انتقال اللاعبين. يعني يمكن معظم الأندية في مصر النهاردة بتعتمد على لاعبين أفارقة بشكل كبير جدا، لكن في ندرة لتواجد اللاعب الجنوب أفريقي. من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ وبما أنك أنت توليت أيضا مسؤولية المدير التقني السابق لمنتخب جنوب أفريقيا، خليني أكلمك على أفضل اللاعبين في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي. أعتقد أن لدينا مشكلة في مواجهة هذا الأمر. بالفعل الدوري اللعب الجنوب أفريقي لعب جيد جدا ولديه إمكانيات كبيرة، ولكن للأسف لا نراه في المسابقات الأخرى، لكن نراه بالفعل في أوروبا ونراه في دوريات أوروبية كثيرة. فالنجاحات التي حققها الدوري الجنوب أفريقي تنعكس كذلك على اللاعبين المحترفين لدينا. يبقى أسماء لاعبين زي بيرسي تاو أو كيجن دولي من اللاعبين اللي في جنوب أفريقيا اليوم شهرة كبيرة في مصر، ممكن تكلمنا عنهم أهم مميزاتهم من وجهة نظرك كمدير تقني سابق لمنتخب جنوب أفريقيا، وإيه هي نقاط القوة في كل لاعب من الاسمين دول، بيرسي تاو وكيجن دولي؟ بيرسي تاو هو لاعب من الذين يحملون راية بلادهم في أوروبا، هو لاعب رائع لديه قدرات هائلة، لاعب سريع جدا يستطيع أن يلعب في العديد من المراكز، يلعب كمهاجم ثاني، يلعب كمهاجم خلف المدافعين، يلعب كجناح، هو لاعب جيد جدا. وبالنسبة لكيجان دالي هو لاعب مميز، لديه القدرة على صناعة اللعب ولديه القدرة على الإبداع في الملعب، هو لاعب رائع جدا. هؤلاء اللاعبين الاثنين لاعبين رائعين جدا، وخصوصا إذا انضم إلى نادي كالأهلي. نيل طافي بشكرك على وجودك معنا، وأطلب منك طلب أخير من خلال برنامج السادسة، إذا كان ليك أنك تبعت رسالة لواحد من رفقائك في منتخب جنوب أفريقيا بيتسو موسيماني، إيه الرسالة اللي تحب توجهها له؟ بالنسبة لبيتسو أعتقد أن المدربين الفنيين جنوب أفارقة استفادوا كثيرا من تجربتك، أنت فتحت فرصة لباقي المدربين الجنوب أفريقيين. نحن نحبك جدا ونحثك على الاستمرار فيما تقوم به من نجاحات، فعندما تفوز يا بيتسو نحن نفوز كذلك. الأهلي أنت تصنع نجاحات كثيرة مع الأهلي، فاستمر في ذلك. نيل طافي نجم منتخب جنوب أفريقيا بشكرك شكرا جزيلا
على التواصل وعلى الوجود معنا في وتواجد معنا في برنامج السادسة. بشكرك شكرا جزيلا، واسمحوا لنا نروح لفاصل نرجع نستكمل معاكم عن بصمات البيتسو موسيماني الفنية والتكتيكية عن النادي الأهلي بالصورة وبتحليل. هتشوفوا أرقام الحقيقة عن تطور مستوى الفريق ككل وعن أبرز ملامح مستر موسيماني وبصمات مستر موسيماني مع فرقة النادي الأهلي في الموسم الحالي. ما فيش شك ان كل مدير فني، كل هيد كوتش ليه فكر وليه اسلوب وليه طريقه لعب مرتبطه بعوامل طبعا كتير جدا، منها امكانيات النادي اللي بيتولى مسؤوليته، منها امكانيات اللاعبين نفسهم اللي بيتولى تدريبهم. ما بيحصلش فكره الترجمه للفكر والطريقه واسلوب اللعب دي بين يوم وليله، لا بالعكس، دي بروسس او يعني حاجه بتحتاج مراحل كتير جدا. وما فيش شك برضو ان كل بطوله دخلها مستر موسيماني، كل مباراه، مش هبالغ لو قلت كل مباراه دخلها مستر موسيماني مع النادي الاهلي من اول ما تولى المسؤوليه، ساهم بشكل كبير جدا في انه يقرا امكانيات لاعبته، يفهم ومشيتهم، يحاول يوظفهم بحيث انه يستفيد منهم باكبر شكل ممكن، ويحاول كمان يوصل لهم ويشربهم الطريقه والاسلوب والفكر اللي في دماغه عشان يطبق في ارض الملعب. في كل مباراه في لمحه، وفي كل مباراه في بصمه هنحاول ان احنا نوصل مع حضراتكم ليها، خصوصا انه وانا متاكد انه يعني الاغلبيه الكاسحه من عشاق النادي الاهلي مش بس بتستمتع بان هو يفوز، ومش بس بتستمتع بان هو يحرز القاب، لكن كمان عايزه تستمتع بحلاوه الاداء، عايزه تستمتع دايما بالكوره اللي بتقدمها فرقه النادي الاهلي. بيشرفنا طبعا شريف سالم، واحد من البارعين الحقيقه في تحليل الاداء، بيشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا شريف واهلا بيك. اهلا استاذ. نبتدي من ماتش المصري، يعني احنا دايما معاك بنقف في اخر لقطه وبعد كده نتنقل منها على اللقطه اللي جايه، فابتدي معاك من ماتش المصري، اهم العناوين الرئيسيه اللي لفتت نظرك واللي حابب تركز عليها في تحليلك لاداء النادي الاهلي في مباراه المصري. النادي الاهلي بدا مباراه المصري برده بنفس الشكل اللي احنا متعودين عليه، نفس الفورميشن 4-2-3-1 تقريبا، بنفس اللعيبه اللي احنا تعودنا نشوفها الفتره اللي فاتت. كنا اتكلمنا قبل كده انه الثبات على التشكيل امر مهم جدا للفرقه وللهارموني بتاع الفرقه، ان ازاي الفرقه بتبقى بتادي كويس منسجمه، بتادي بنفس الفلسفه وبنفس الطريقه. فاعتقد ده جزء مهم هنبدا بقى نشوفه. واتكلمنا الحلقه اللي فاتت كمان على طب هو النادي الاهلي اصلا بيادي حاجه في باترن النادي الاهلي، لو انت مشجع عادي او شخص متخصص بتقدر تشوفه بيحصل في الملعب. احنا اتكلمنا جبنا دقيقتين الحلقه اللي فاتت شرحنا فيهم حاجه، فهنيجي بقى نشوف طب هل النادي فعلا النادي الاهلي مع مستر بيتسو موسيماني بيأدي نفس الحاجه انت بتشوفها كل مباراه او لا. هنبدا باول فيديو معانا نشرح فيه نفس الحاجه اللي احنا تقريبا شرحناها الحلقه اللي فاتت، هيقول بقى ايه الفاتره اللي بتاعنا فيها على ماتش المصري. على ماتش المصري مظبوط. طيب. دي اول كره يمكن كانت في بدايه المباراه في الدقيقه 2. بالظبط، هي يعني تقريبا الحلقه اللي فاتت من الدقيقه 2. هنا بس عايز اركز على نقطه مهمه جدا بالنسبه لي انا قدرت ان انا اشوفها. انا عايز ننسى كل حاجه في الملعب ونركز مع لاعب واحد بس، ياسر ابراهيم. تمام. ياسر ابراهيم اللاعب اللي وصل النادي الاهلي تقريبا من سنتين مختلف تماما عن ياسر ابراهيم بتاع دلوقتي. ياسر اللي مدينا في ظهره في اقصى الناحيه الشمال من الكادر. هنا ياسر بالظبط، هنا ياسر، هنا بقى الباترن بتاع النادي الاهلي، الحاجه اللي انت كمشجع قادر تشوفها كل مباراه. تمام. بيشاور لحمدي فتحي بيقول له تعالى عشان نلعب باسلوبنا بطريقتنا اللي احنا متعودين عليه. هنا بيشاور، هو بيجري هنا بيشاور لحمدي قرب قرب لي. بالظبط. احسن من كده بالنسبه لي لحظه واحده معلش نقف هنا. الخمس ست خطوات اللي بياخدهم بظهره بيفتح لنفسه زاويه استلام وزاويه تمرير في نفس اللحظه، وزاويه رؤيه كمان للملعب. مظبوط يعني. هيستلم الكره لحظه بقى واحنا بنمشي. ايوه مظبوط مظبوط. هنا بيبص على اكرم توفيق. يعني ياسر ابراهيم في كسر من الثانيه هو بيصنع ثلاث حاجات مهمه جدا بيعملهم كل المدافعين اللي احنا بنشوفهم في اوروبا، حاجه مميزه. ده مش ياسر ابراهيم اللي وصل النادي الاهلي من سنتين. تمام. فعشان كده مهم جدا انه اللاعب ياخد الكريدت بتاعه، طالما بيتطور، طالما بيشتغل على نفسه، طالما بيأدي الحاجه اللي النادي الاهلي محتاجها. بيطلع تمريره مظبوطه، النادي الاهلي بيخرج من ضغط عالي من المنافس. بنكمل الهجمه عادي. ترجع لياسر تاني. مظبوط. سلم حمدي. نبدا ننقل النادي الاهلي بشكل عادي، نرجع تاني عند علي معلول. اسلوب النادي الاهلي ما بيتغيرش. ده طاهر طبعا. طاهر مظبوط.
وصلنا. طيب احنا الهجمه هنا قربت تنتهي، وصلنا لفين؟ لحظه واحده معلش نرجع لحظه بس، نرجع كمان عند محمد مجدي قفشه. بدأنا عند محمد الشناوي، انهينا الكرة عند محمد مجدي قفشه بكرة خطيره. طيب الهجمه انتهت بتصويبه. ايوه النادي الاهلي هيعمل ايه بعد كده؟ نكمل يستعيد الكرة الثانيه، تبدا هجمه جديده تنتهي، يعمل ايه النادي الاهلي؟ يستعيد الكرة الثانيه. أيوة. طبعا تصويبه هنا ما كانتش احسن حاجه، لكن مهم هنا هل ده النادي الاهلي اللي احنا شفناه في المباريات اللي فاتت؟ اه هو النادي الاهلي اللي احنا شفناه في المباريات اللي فاتت. دي الحاله الثانيه؟ لا احنا هنوقف الحالات معلش لحظه. طب ممكن نوقف الحاله دي؟ طيب هنا بقى هو ده اللي احنا شرحناه تقريبا الحلقه اللي فاتت، وتقريبا هنشرحه كل حلقه لما نيجي نتكلم على النادي الاهلي. وهنا بقى هل النادي الاهلي تكتيكيا قوي؟ تكتيكيا مرن؟ هنا بقى نبدا نعيد تاني من الاول. طب هو النادي الاهلي بيأدي حاجه واحده؟ ده مهم. ما هو هل المدير الفني بس في على مدار السيزون، مش بس على مدار المباراه، على مدار السيزون شفنا مستر موسيماني بيلجا لتكتكس مختلفه. يعني في يعني ما تقدرش مثلا تقول انه التكتيك اللي انت لعبت بيه والطريقه اللي لعبت بيها قدام سان داونز حتى في القاهره هنا يشبه التكتيك اللي انت لعبت بيه مثلا مع الترجي في رادس، على الرغم من انه الطبيعي او المنطقي لاي واحد من الجمهور انه يبقى التكتكس معكوسه. يعني تلعب سان داونز في القاهره بالطريقه اللي انت لعبت بيها الترجي في تونس، وتلعب الترجي في تونس بالطريقه اللي انت لعبت فيها سان داونز في القاهره مثلا، انا بدي على سبيل المثال. لكن دايما مستر موسيماني لكل مباراه ولكل خصم وكانه بيشوف التكتيك المناسب بصرف النظر انت بتلعب على ارضك بره ارضك، البطوله ايه، ظروف الفريق الثاني ايه، كل ده بيبقى داخل في حسابات الفنيه او التكتيكيه لمستر موسيماني. تمام. زي ما احنا دايما بنتكلم على لما بنيجي نتكلم على مدير فني يقول لك طب القماشه اللي معاه ايه؟ طيب هل المدير الفني ليه قماشه؟ ده سؤال مهم. ايوه المدير هو شخصيا المدير الفني له قماشه. أيوة. ايه قماشه المدير الفني؟ قماشه المدير الفني انه طيب انا في مباراه زي اللي احنا فيها دلوقتي لعبت الشوط الاول اديت اللي انا عايزه، طيب الشوط الثاني هقدم ايه؟ ايه الفريق اللي قدامي بدا يديني مساحات؟ شرحنا برضو الحلقه اللي فاتت انه انا مهم جدا الاقي المساحات. ايوه طيب انا دلوقتي لقيت المساحات بطريقتي، بطريقه اللعب الفلسفه اللي الناس متعوده تشوفني عليه. نشوف الحالات بتاعت الشوط الثاني. تمام. الهجمات اتحول فيها تكتيك النادي. هنا المرونه اللي انت هنا قماشه المدير الفني، مرونه. تمام. مستر بيتسو موسيماني. ايوه النادي الاهلي معلش نرجع من الاول لحظه بس، هنقول حاجه مهمه دلوقتي. الكوره لحظه واحده معلش بالظبط 67 و40 ثانيه، نتيجة 3-2 للاهلي. ايوه نشوف النادي الاهلي كان ضاغط عشان بيحاول يرجع للمباراه ويتعادل. بالظبط. طب ما تيجي نشوف النادي الاهلي هيوصل لمرمى المنافس في الثانيه كام؟ تمام. في الهجمه المرتده احنا بدانا 40 ثانيه. 40 مظبوط. محمد مجدي قفشه صناعه قرار عظيم، التصويب في 50 في 10 ثواني. النادي الاهلي كان قطع الملعب كله بهجمه مرتده اللي بعدها، وفرصه مؤكده تاني بتنتهي بكره في العرض، ده كان ممكن بسهوله تتسجل هدف. تاني خلاص الهجمه انتهت. الهجمه اللي بعدها في تحرك كهربا 22. هنا ممكن يكون في مشكله شويه في صنع القرار. أيوة. بتاع التمرير، لكن يهمني قوه المرتده محمد الشناوي. هنا ممكن برضو يكون في مشكله في صنع القرار. صحيح، بس الطريقه والتنفيذ والاسلوب قوه المرتد. يعني انت هنا تحولت لانك انت بتلعب كاونتر اتاك، تقطع الكوره، هجمات مرتده كتير جدا في دي كرة العرض. دي كرة العرض. ايوه. المساحات هي يمكن اللي عامله دايما مصدر خطوره يا شريف. يعني اي فرقه بتسيب مساحات للنادي الاهلي بتحس ان الاهلي عندها مشاكل. بيبقى عندها مشاكل وبيبقى الاهلي خطير جدا حقيقي. كمان هو هنا هنبدا نشرح بس نكمل الهجمه دي. طبعا هنا برضو هيبقى فيه مشكله في صنع القرار، متأخر شوية لكن
تمام تقريبا نفس الحاجه، هجمه مرتده 3-2، مشكله في صنع القرار اوكي. لكن نرجع بقى تاني، هنا بنتكلم على مستر بيتسو. هنا احنا خلاص اتنقلنا بقى لقماشه المدير الفني. هل المدير الفني عنده قماشه؟ يعني هل المدير الفني لما بيشتغل مع الفرقه في التمرين يقدر يصنع من الفرقه فرقه متنوعه؟ احنا شفنا 45 دقيقه النادي الاهلي بيلعب بوزيشن جيم، بيسيطر على الكوره، استحواذ عالي، استحواذ العالي، عدد تمريرات كبير، نقل الكوره من تحت بهدوء زي اللي احنا شرحناه في الجزء بتاع ياسر ابراهيم. نقلنا للشوط الثاني، النادي الاهلي اخد اللي هو عايزه من الشوط الاول 3-2، منتصر بهدف. الشوط الثاني المباراه انتهت 4-2، لكن النادي الاهلي لعب ازاي؟ بهجمات مرتده. اذا اللي بيحصل في التمرين جوه التمرين جوه السيشنز بتاعت التمرين من المدير الفني هي حاجه متنوعه وقويه. انا قادر ادي مباراه بالاستحواذ وانا قوي وشرس وبستعيد الكره الثانيه مره واثنين وثلاثه والهجمه بتاعتي بتنتهي بتصويبه واثنين وثلاثه، وفي نفس الوقت انا في الشوط الثاني بقدر ان انا اقف كويس اخد الكوره واعمل هجمات مرتده قويه تنقلني. ليك كان ملاحظه كمان على الديفندرات بتاع الاهلي في الماتش ده. تمام، نروح للفيديوز بتاعه الديفندرات. النادي الاهلي سجل الجول الثاني والثالث من قوه الديفندر. معلش اوكي، طب نبدا بالجول ده، نرجع معلش لحظه، ممكن نرجع ثانيه. هنا النادي الاهلي بيضغط، اليو ديانج بيوصل في نص ملعب المنافس، بيستحوذ على الكوره عشان النادي الاهلي يسجل الجول. قوه الهدف بدات منين؟ من عند اللاعب مركز 6 او الهاف ديفندر في النادي الاهلي. ايوه ده الجول الرابع. الجول جميل وصناعه القرار فيه كويس، لكن اللي يهمني فيه ضغط اليو ديانج. هنا كمان ضغط حمدي فتحي انتهت بجول، مهاره فرديه كبيره جدا لحسين الشحات طبعا، وقوه في الواحد على واحد وقوه كمان في صناعه القرار في التصويب من زاويه ضيقه جدا، واختيار زاويه التصويب ده برده كريدت كبير لحسين. لكن يهمني في الجولين ان مين اللي صنع الجولين؟ الديفندرات بتاعه النادي الاهلي. وهنا ده ان دل على شيء بيدل على قوه النادي الاهلي في التعامل مع وسط الملعب، ازاي النادي الاهلي بيقدر يستعيد الكره الثانيه اللي استعادها اليو ديانج واللي استعادها حمدي فتحي، سيطر على الكره الثانيه وقدر يسجل منها اهداف. فاعتقد هنا دي برضو بالنسبه لي نقطه قوه مهمه جدا. في حاجه كنت عايز اتكلم عليها، انا عايز اقفل مصري، فلو في حاجه سريعه جدا هنقول حاجه سريعه على النادي الاهلي في الفتره الاخيره، مش بس في ماتش المصري. لعيب الكوره عموما او لاعب كره القدم او الرياضي عموما بيحتاج فترات راحه عشان طول الوقت اللاعب يؤدي مباراه كويسه. عشان انت طول الوقت تشوف من اللاعب ان هو بيصنع قرارات كويسه، علشان طول الوقت تشوف ان اللاعب بتاعه ان بوزيشن، مش تايه، ما عندوش مشاكل. طب انا هشوف ده ازاي؟ لو انا بدي اللاعب الراحات بتاعته دايما. العضلات بتاعه اللاعب بتحتاج طول الوقت اكسجين. طب الاكسجين ده بيروح منين؟ من الدم. طب الدم اللي بيروح للعضلات بيروح امتى؟ لما العضلات نفسها بيبدا يتكون عليها حمض اللاكتيك اللي هو الحمض المسبب للتعب. اللاعب لما بيتكون على عضلاته الحمض ده بيبدا يطلب كميه دم اكبر. الطبيعي ان احنا بيتوزع في جسمنا كميات دم بنسب متساويه. طيب النسب دي لما بتتغير، لما بتبقى فيها مشاكل، لما عضلات رجله ما بتاخدش راحات كفايه، فبيبدا ان هي تطلب اكسجين اكتر عشان حمض اللاكتيك بقى موجود، ففي خلل وظيفي عند العضله فبتاخد كميه دم اكبر. كميه الدم الاكبر دي بتاثر على كميه الدم اللي بتروح للعقل للمخ. ايوه فبتاثر على صناعه القرار. هنا ده اللي بيتسمى الضغط العصبي بقى. بالظبط، يعني انه مش بس ضغط الماتشات يؤدي الى حاله ارهاق بدني. انا بتكلم على الضغط البدني هنا. لكن كمان في حاله، مش بس انك تبقى مش فيت بدنيا، لكن انت برضو عصبيا انجاز التعبير بتبقى مش في احسن حالاتك، وده بيأثر على قرارك عصبيا. هنا بنروح لحاجه ثانيه وحاجه برضو مهمه جدا. الانسان العادي لما بيكون عنده مشاكل، عنده ستريس، بيبدا يزيد هرمون في جسمه بشكل كبير جدا اسمه هرمون الكورتيسول. هرمون الكورتيسول لما بيزيد عندك قوي تلاقي الدكتور بيقول لك طب انت عندك ستريس، فتقول له فيقول لك العب رياضه. طيب لاعب كره القدم بيمر بايه؟ بيمر باضطراب كبير جدا في الهرمون ده. الهرمون ده عند اللاعب فيه مشكله ان هو طول الوقت في ستريس لانه عنده عدد مباريات كبير جدا في عدد ايام قليله، وفي نفس الوقت بيروح تاني يوم يعمل رياضه تمرين. فالاضطراب ده بيحصل. طيب انا دلوقتي لما الانسان العادي لما بيجي لي كدكتور، انا مش دكتور بس اقصد لما بيروح للدكتور يعني يقول له لو سمحت انا
حاسس ان انا تعبان، انا عندي مشاكل، فالدكتور هيقول له العب رياضه علشان اظبط او اعمل معادله للهرمون ده اللي هو هرمون الكورتيزول. فبقول له العب رياضه، طب اللاعب هقول له ايه؟ هقول له ارتاح. طيب ارتاح من ايه؟ ارتاح من عدد المباريات. فعشان كده انا بقول المشجع العادي او الجمهور العادي حقه طبيعي ان هو يزعل مع خساره بطوله، مع تعادل مباراه، مع خساره نقاط، لكن في الاخر انت بتتعامل مع انسان، لاعب الكره في الاخر هو انسان. انا ما اقدرش اتعامل معاه كانه آلة، وعلشان هو انسان فانا لازم اديله الراحات الكافيه اللي تخليه في الاخر يؤدي وظايفه بشكل كويس. لو انا مش بديله الراحات الكافيه ما اقدرش اطلب منه نفس المجهود باستمرار. فعشان كده بقول النادي الاهلي عنده اقوى لاين اب موجود في افريقيا، اقوى 11 لاعب في افريقيا، اقوى فريق في افريقيا، الحائز على بطوله افريقيا التاسعه والعاشر للنادي الاهلي، هو الاقوى في افريقيا حاليا. هيعمل ايه مع الجونه؟ خلينا نتكلم في ماتش بكره بس بعد الفاصل. تمام. انا بصراحه بشوف حاجه يعني اكتر حاجه صعبه او حاجه من الحاجات الصعبه في ماتش بكره ملعب الجونه بصراحه، يعني بيفكرني باستاد السويس زمان. فكره طيارات الهواء، اي فرقه مش متعوده تلعب على ملعب الجونه بتعاني شويه في حته الطيارات دي. هنتكلم على فريق الجونه كمان، خصوصا ان فيه يعني يمكن مش واحد مش من افضل المواسم بتاعته، لكن في بعض الارقام اللي تخليك تخاف وانت بتلعب مع فريق زي الجونه على ارضه. مره ثانيه طبعا برحب بيك يا شريف. نتكلم على الجونه شويه ونبتدي باحصائيات الجونه الموسم ده. انا بالنسبه لي في احصائيه مهمه جدا لو يا ريت نطلعها معانا على الشاشه، هي احصائيه الماتشات اللي لعبها نادي الجونه في ملعبه. تمام. نادي الجونه في ملعبه لعب 16 مباراه، كسب 6. ده مش ترتيب جدول الدوري طبعا. لا ده ترتيب الهوم ماتشز، الماتشات اللي في ملعبه. تمام. لعب 16 مباراه، كسب 6، تعادل في 6، اتهزم في 4، سجل 21 جول، اتسجل فيه ده اكتر من المصري جول. او زي المصري يعني اعلى بونت واحد بس. 24 بونت المنافس اعلى لانه اتعادل، لكن هو عدد مرات الفوز على ارضه 6 والمصري 6، لكن هو تعادل 5 ماتشات، المصري تعادل 5 ماتشات بالظبط. وده رقم مهم جدا، وانا عندي احصائيه كده برضو هقولها بس. يعني فريق صعب على ارضه جداً. صرف النظر عن ترتيبه في الجدول بقى وعامل ايه في الموسم، هو من الفرق الصعبه انك انت تلعبها، الفرق الصعبه اللي انت بتلعبها على ارضها، اولا علشان السفر، عدد ساعات السفر اللي بتقطعها الفرق اللي بتنتقل من القاهره للجونه، تاني حاجه علشان الهواء اللي موجود في الملعب. ملعب الجونه شويه مختلف، الناس اللي راحت الملعب اكيد ملاحظه الملاحظه دي، في تيار هواء بيكون قوي جدا. كمان الجونه من الفرق اللي بتعرف تلعب في ملعبها كويس جدا، وبتعرف تعمل تحولات من الدفاع للهجوم بشكل جيد جدا في ملعبها، فاعتقد هي من الفرق القويه جدا. لكن لو احنا برضو رجعنا بقى الاحصائيه اللي هي بتاعه الجونه لعب ازاي بره ملعبه، هنلاقي الجونه هو الفريق الاخير في الدوري بره ملعبه. يعني الجونه يلعب على ملعبه يبقى بينافس على الدوري، يطلع بره ملعبه يبقى بيحاول يهرب من الهجوم. احنا طبعا لو حاولنا ندور على الجونه هنلاقي في لا على فكره مش بس الجون، يعني على مدار تاريخ الدوري كله في ماتشات في فرق على ملعبها مهما كان ان شاء الله حتى كانت بتصارع على الهبوط بدم راه. يعني انا فاكر مثلا زمان كنا نلعب في الدوري مع جمهوريه شبين، او كنا نلعب مثلا مع بلديه المحله او المنصوره في المنصور، الماتشات دي كانت بتبقى صعبه بصرف النظر عن المنافس ترتيبه كام والسكواد بتاعته عامله ازاي. في فرق كده بتبقى على ملعبها قصه تانية. مظبوط. احنا كمان بالنسبه لي في احصائيات الجونه في احصائيات مهمه، ان الجونه سجل جوه ملعبه اكتر اكتر ما تسجل فيه، فدي بالنسبه لي احصائيه مهمه. يعني فرقه بتعرف تهاجم في ملعبها، بتعرف تلم عدد بنات كويس في ملعبها، حققت 6 مكاسب مع 6 تعادلات في ملعبها، وده الرقم الوحيد بالنسبه لها اللي عدد الخسائر فيه اقل، حققت 24 بونت في ملعبها. فبالنسبه لي دي كلها ارقام مهمه جدا بالنسبه لفرقه الجونه، ان انا هلاعب الجونه ازاي في ملعبه. تمام. انا كمان عايز نروح بقى للفيديوهات اللي موجوده معانا. الثغرات. الثغرات اللي موجوده. نبتدي باخطاء عندهم، يعني ملاحظه كده يمكن اخطاء بنى اللعب عندهم دايما حتى بالمناسبه واحنا بس قبل ما نروح للفيديو نقف بس لحظه مع بدايه الفيديو ونقول ان الجونه اوفرول على مدار الموسم هو بيحقق نسبه 55. هنقف عند الفيديو الاول معلش. طب ممكن نرجع معلش اللقطه الاولانيه. الفيديو اللي فات معلش. هنقف بس عند حته ان فرقه الجونه هي فرقه بتعمل بيلد اب كويس جدا، فرقه بتقدر تلعب كره من تحت كويسه، لكن عندها اخطاء. نروح للاثنين فيديو اللي معانا ونقول ان الجونه كمان محقق نسبه 55%. دي الكره الاولانيه. دي غلطه طبعا، دي الكره الاولى، غلطه طبعا من حارس المرمى في بناء اللعب. ده ماتش ده الانتاج. ماتش بيراميدز برضو نقل الكوره، ثغرات
سجلت في الاخر هدف نفس الحاجه. نروح على الفيديوز اللي بعدها. نروح على اللي بعده. هنا هنركز بس على المساحه اللي ورا الليفت باك بتاع فرقه الجونه. تمام. ده الباك ليفت اللي هو جوزيف انجويدا. مظبوط. صح؟ اه. ده البنك الاهلي. مظبوط، ماتش البنك. الكوره اللي بعدها هتتقطع. نركز مع الباك ليفت، طبعا هو عمل سبرنت حاول يلحق نفسه، اوكي؟ لكن كان يهمني المساحه اللي كان سايبها في ظهره. أيوة. نروح لبقيه الفيديو، الفيديوز معانا برده كمان، نركز على الثغره اللي موجوده ما بين قلبين الدفاع وطريقه اختراق فرقه الجونه. هنا ده تحول هجومي من فرقه بيراميدز 2-2. طبعا ما يهمنيش صناعه القرار، يهمني الموقف نفسه. تمام. هل الموقف ده فيه باترن انا بشوفه باستمرار؟ اه. هنا برده فرقه الجونه كانت بتهاجم، اتقطعت الكوره مع البنك، قطعت الاوفنسيف ترانزيشنز فيها مشكله. ايوه. برده ما يهمنيش صناعه القرار، يهمني الموقف. بس انا ما اعتقدش انه جونه يغامر في الماتش، ولا انت متوقع انه يغامر مع النادي الاهلي؟ يعني نفس الكرة دي تقريباً. صعب قوي انه يسيبها قدام لعيبه الاهلي. ممكن يسيبها وهو بيلعب مع بيراميدز، ممكن يسيبها وهو بيلعب مع البنك، لكن مع الاهلي اعتقد انه هي الفكره كلها بالنسبه لي. نرجع معلش الكوره دي لانها مهمه جدا. نرجع للكوره دي. اه. انا نقف هنا لحظه. انا مشكلتي كلها مش مع الجونه هيواجه النادي الاهلي ازاي او بيواجه الفرق ازاي، انا مشكلتي مع لعيبه الجونه بتقدر تعمل الاوفنسيف ترانزيشن ازاي، بتقدر تتحول دفاعين ازاي. يعني الفرقه وهي بتهاجم ازاي تقدر بتاخد اه بالظبط بتاخد عدد ثواني قد ايه عشان تقدر ترجع ان بوزيشن. بالظبط، ترجع ان بوزيشن، ترجع بالطريقه المناسبه علشان تقدر تدافع كويس. الكره دي بالنسبه لي مهمه جدا. ليه؟ علشان الكره دي بعد ثلاث نقلات نشوف لعيبه بيراميدز هتبقى فين. ننقل لعيبه بيراميدز لابسه الغامق، لابسه الكحلي الازرق بتاعهم. يعني النقله الثانيه، النقله الثالثه. طبعا هي الكره كانت تسلل اوفسايد. اه. اللاعب اللي هو الافريقي ما كانش تسلل، لكن طبعا في الاخر صناعه القرار ما تهمنيش، يهمني الموقف اكتر. نفس الكلام لحظه واحده. نقف نرجع لحظه معلش. نرجع بس لحظه صغيره. طب نرجع لحظه اخيره في الشوت. آه. في الفيديو اللي معانا ده. تمام. هنقف بس عند مجرد ما الكره توصل عند خط وسط الجونه وبيراميدز. هنا نفس الموقف اللي احنا شفناه، لان انا يهمني بقى هل ده استثناء. لما انا باجي اتكلم عن فرقه عندها عيوب، هل العيب ده بيكون استثناء؟ يعني العيب ده بيكون انا شفته في مباراه ولا شفته في باترن؟ احنا جبنا ثلاث مباريات مختلفه، طبعا الوقت ما يسمحش ان احنا نقدر. أيوة. نجيب عدد فيديوز اكبر من كده، لكن احنا معانا عدد اكبر من كده تقريبا حاجه و50 فيديو. أيوة. لكن اللي يهمني مع فرقه الجون، هل ده باترن؟ هل ده حاجه مضطرده بتحصل باستمرار ان انت بتشوف موقف 3-2 و2-2 بالنسبه لفرقه الهجوم وفرقه الدفاع؟ اعتقد دي حاجه بتحصل باستمرار وبتحصل بشكل متكرر، عشان كده احنا جبناها علشان نتكلم. اخر 3 فيديوز معايا دول بالنسبه لي مهمين جدا جدا، ازاي الجونه بيدافع جوه منطقه الجزاء. طيب في رايك الطريقه اللي ممكن يلعب بيها الجونه مع الاهلي بكره، يعني متوقع انه يلعب جيم مقفول هيهاجم الاهلي؟ الاهلي طبعا بكره لازم يكسب، يعني ما عندوش حسابات ثانيه. الجونه لازم يكسب والنادي الاهلي لازم يكسب. النادي الاهلي لازم يكسب علشان يحافظ على حظوظ الدوري، والجونه لازم يكسب علشان يحافظ على حظوظه في الجدول وفي البقاء. فبالنسبه لي المباراه هتبقى بتتسهل شويه على النادي الاهلي، لان في الاخر هرجع اقول ثاني كل فرقه بتدور على المساحات. النادي الاهلي دايما لما بيلعب فرق من نوعيه الجونه، اللي هي الفرق اللي بتكون اقل من النادي الاهلي في الامكانيات، الفرقه دي دايما بتحاول مع النادي الاهلي انها تبقى بتقفل المساحات وتدور على المساحات اللي ورا النادي الاهلي. لكن النهارده فرقه الجونه محتاجه 3 بونت، عشان فرقه الجونه محتاجه 3 بونت هتبدا تشتغل على ان هي لو مش لاقيه المساحات هتبدا تدور عليها، وهو بيدور على المساحات هيسيب مساحات في ظهره. فاعتقد المباراه هتتسهل شويه على النادي الاهلي، ومباراه هتبقى اوبن جيم شويه بالنسبه للنادي الاهلي يقدر يلعب فيها بالطريقه وبالامكانيات. ولكن هرجع تاني لان ستيل في فرق، حتى لو احنا في نهايه الدوري وحتى لو النادي الاهلي مرهق بدنيا وذهنيا، لكن ستيل في فرق قوي ما بين النادي الاهلي وفرقه الجونه. فاعتقد هيتسهل شويه المباراه على النادي الاهلي مع فرق الامكانيات ومع وضع الجدول للفرقتين. الكور الطويله بكره ملهاش محل من الاعراب بيتهيألي، يعني صعب انك انت ودي في بعض الاوقات الاهلي بينقل كره كتير جدا على الارض، ومره واحده بياخد قرار بانه يحول او يغير الملعب بشكل كبير جدا بكره طوليه توصلك
لمرمى الخصم، وهي دي اللي احنا ربطناها بالكوره اللي دايما بتتلعب في ظهر الباك ليفت بتاع فرقه الجونه، واللي النادي الاهلي مميز فيها جدا خصوصا عند حسين الشحات. مع الملعب بكره يعني تتوقع ان موضوع الكوره الطوليه الكوره العاليه ده يكون افكتيف او فعال على ملعب الجونه، ولا الافضل ان الكوره دايما تبقى على الارض ويبقى في اختراقات من على العمق او انك توصل للبوكس وتلعب عرضيات؟ النادي الاهلي متنوع، النادي الاهلي متنوع في طريقه اللعب وطريقه الهجوم وخطط الهجوم، فاعتقد في النهايه انا كبثق في النادي الاهلي وفي امكانيات النادي الاهلي ان انا هقدر العب اي فريق بيلعب باي طريقه، لكن انا بشوف بكره ان واحده من عيوب فرقه الجونه هي واحده من مميزات وقوه فرقه النادي الاهلي، الكرة الطويله اللي دايما بيعملها النادي الاهلي ان كان عن طريق حمدي فتحي او عمرو السلاي او اوقات اليو ديانج او اوقات ايمن اشرف مظبوط، بنلعبها على طرف من طرفين وبتبقى اكتر عند حسين الشحات. فانا بشوف ان دي مساحه يقدر يستغلها حسين الشحات بشكل كويس جدا، خصوصا في المساحه والثغره اللي بيسيبها باستمرار الليفت باك بتاع فرقه جوزيف انجوي. مظبوط. كمان في نقطه بالنسبه لي مهمه، النادي الاهلي عنده امكانيه كبيره جدا في نقل الكوره داخل منطقه الجزاء والاختراق، وبرضه احنا شرحنا في التو فيديوز اللي فاتوا ان فرقه الجونه عندها مشكله في الدفاع جوه منطقه الجزاء، انها مش بتقدر تدافع بشراسه وبقوه وتخرج الكوره. فاعتقد في بعض العيوب اللي موجوده عند فرقه الجونه. انت كنت يمكن واحده من النقط اللي اتكلم فيها انه حاله انه قلب الدفاع في فرقه الجونه دايما بيسيب مساحات، ودي ممكن بيحتاجها الاهلي دايما عشان يستفيد منها بقدر الامكان. وهنبدا كمان نشوفها بكره اكتر، لانه مع مرور عدد الدقائق مع ان الجونه ما سجلش هيبدا يدور على التسجيل، لان في الاخر الجونه لو ما حققش عدد بنات كويسه من مباراه الاهلي كان بونت او 3 بونت، ده بيصعب عليه الموضوع جدا في جدول الدوري. فمع الوقت مع مرور الوقت انا بشوف النادي الاهلي ممكن يبدا بكره بهدوء جدا، يبدا يستنى ان الجونه هو اللي يديله المساحات، لان الجونه هو اللي محتاج. اكيد النادي الاهلي محتاج ال3 بونت، لكن شراسه وقوه النادي الاهلي تخليه انه في اي وقت حب يضغط ويروح يسجل جول هيقدر يعمل كده. عندي سؤال ليه علاقه بمهاجم الاهلي بكره، شريف الحمد لله اطمنا عليه ورجع ودخل القائمه، بس بكره تلعب بشريف ولا تلعب ببواليا؟ بواليا بيتهيألي حافظ الملعب حافظ الفرقه، ولا تدي محمد شريف اللي كان متالق ومكسر الدنيا قبل ما يتعرض للاصابه الاخيره؟ انا وجهه نظري اتمنى اني ما اشوفش محمد شريف بكره، محمد شريف راجع من اصابه عضليه اكيد هيحتاج وقت علشان يعمل ريكفري ويعمل عمليه استشفاء، فاعتقد ان محمد شريف ان اخذ بكره دقائق لعب هياخد يمكن 15 دقيقه او 10 دقائق، لكن بالنسبه لوالتر باليا او بالنسبه لصلاح محسن اعتقد الاثنين ادوا وظايف هجوميه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي، ساعدوا في بناء الخطط الهجوميه للنادي الاهلي، فان كان اللاعب ده او اللاعب ده موجود انا بثق في الاثنين، لكن انا بشوف ان اكتر صلاح محسن بيبدا يدي حيويه خصوصا المباراه اللي فاتت. كمان والتر بوليا مميز جدا في الالعاب الهوائيه، لكن كمان صلاح محسن مميز في الالعاب الهوائيه، فاعتقد في افضليه ولو بسيطه لصلاح محسن ان هو يبدا بكره المباراه، خصوصا ان احنا اتكلمنا على ان فرقه الجونه هتبدا تديك مساحات، لكن كان والتر بوليا او صلاح محسن اعتقد انا بثق في الاثنين يقدروا يهدفوا بكره، الاثنين يقدروا يهدفوا بكره، الاثنين هدفوا في المباراه اللي فاتت والمباراه اللي قبلها، الاثنين هدفوا في المباراتين، فاعتقد والمباراه اللي قبلها كمان والتر بوليا سجل 3 مباريات الثلاثه بيسجلوا. المباراه اللي فاتت كانت بالنسبه لي مهمه جدا 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 لخط هجوم النادي الاهلي ان اجنحه النادي الاهلي ومهاجم النادي الاهلي سجل، فاعتقد شويه بشويه هنبدا نشوف خطط هجوميه افضل. واحده من مكاسب الماتش الاخراني للاهلي كسب فيه المصري انه مش بس كسبت واحد من الفرق الصعبه والتقيله السنه دي في الدوري، لكن كمان ادت رساله اطمئنان واحنا محتاجين نطمن على فرقتنا عشان مش بس عشان الدوري، يعني ان شاء الله باذن الله ما عنديش شك ان الاهلي قادر على انه يجيب 6 بونت من الماتشين اللي فاضلين، لكن الاهم عندي ان احنا نبقى جاهزين وفي افضل حالاتنا لمشوار شهر 9، مشوار مهم جدا عندنا فيه 3 بطولات حسب يعني المتوقع، يعني عندك كاس مصر، عندك سوبر مصري، عندك سوبر افريقي، وبالتالي نطمن على جاهزيه فرقتنا ان شاء الله للماتشات المهمه في شهر سبتمبر. بشكرك شكرا جزيلا شريف، نورتنا وشرفتنا كالعاده، وبشكر حضراتكم طبعا على المتابعه. بكره تبقى حلقه خاصه في الساعات الاخيره قبل مواجهه الاهلي والجونه ان شاء الله، بشكر حضراتكم وقابل حضراتكم بكره في السادسه.